السلام عليكم، اهلا وسهلا بالجمهور الكريم، وتحيه كاع خاصه للناس ديال تونس، بالخصوص ناس المغرب، ناس الجزائر، وبخصوص ناس تبسه وناس قسطنطينه. معكم الحبيطري، وتحيه للجمهور الكريم مجددا. الغياب كما قلتي للساحه الفنيه، ما كاينش الغياب، فهمتي؟ غير هي كانت واحد الفتره كنت نخدم فيها في الملاهي، داكشي علاش غبت على الجمهور، لحقاش الملهى ما كتخليكش انك تبقى مستمر، انك تخرج الجديد، كتبقى ديما محصور مع سميتو الملهى، في يعني الكباري بالمفهوم هذا. الجديد ان شاء الله كما قلت لك كاين مع سيمو الفاسي اللي كانوا وجه له التحية، وجات صدفة فاس أنني تعرفت عليه، وكان عرفهم شحال هذه تقريبا 10 سنين، جات صدفة وعملت معاه واحد العمل، ومازال معاه أعمال أخرى، وعملت مع الغباشي والمزابي كاتب كلمات. هادو دابا هادو الناس اللي بانوا في الساحة الفنية، هادو جداد بانوا في الساحة الفنية ديال 2020، وعندهم يقولوا. أنا شوف، أنا ما اختارش، أنا ما كنختارش بعدا والحاجة الشباب. أنا عندي بعدا كنتلاقى غير صدفة مع الناس. أنا بعدا نحكيها لك هذه، بعدا أنا مع صونية في تونس، كانت ساقت لي الخبر بأنني جيت، كنت في فرنسا وجيت لتونس بالضبط في نابل في الحمامات، ساقت لي الخبر وجات لعندي قالت لي، تلاقيتها في واحد العرس، قلت لي خويا بغيت نعمل معاك ديو، قلت لها مرحبا بك أختي، ما كاين مشكل، فهمتي؟ واخا مغنية بدائية، فهمتي؟ عاد بدات وكذا، وهذيك أنا يعني كنبغي نتعاون مع من شحال هادي، فهمتي؟ ماشي غير دابا، أي واحد كنبغي نتعاون معاه، ما عنديش ديك الحقد وداك سميتو ديك أنا فنان كبير ولا هادي، أنا عتايق في راسي وعارف راسي شنو كنسوى، ولأني كنتعامل، فهمتي؟ أنا هادي ظاهرة عندي أنايا، كنتعامل مع أي فنان. جيت من تونس لهنايا، تلاقيت بالدراري صحابي وكذا وهادي، قالوا لي نعمل معاك ديو، قلت لهم ماشي مشكل الدنيا هانية، يعني عملت مع سيمو الفاسي، سيمو الفاسي راه معروف من شحال هادي، عملت مع الغباشي اللي هو اورغانيست عنده استوديو. لا شوف، حنايا بعدا واحد النقطة غادي نهضر عليها، كاين بعد لي كومونتير كيكتبوهم الناس، كيقول لك كدير اغاني، راه كاين شباب كيحب اغاني اخرى، فهمتي؟ كاين شباب، حنا ما غنغنيوش سونتيمونطال، نبقاو ديما كنغنيو حاجه ديال الحزن بزاف، لا كنخرجوا شي شويه كنغنيو الحاجه شعبيه اللي تفرح شويه الناس وكذا وهادي، وعاوتاني كنغنيو حاجه ديالنا اللي ستيل ديالنا، الستيل ديالي ما غنخرجش عليه، كنغنيه ديما كندير شي حاجه بحال دابا ندير بعض الاغاني كندير فيهم جوج سونتيمونطال وجوج يقدروا يكونوا شعبيين، يعني فيهم شي شويه ديال لومبيونس. نخلي الكلمه للاخ المحترم سيمو الفاسي. السلام عليكم، واحد شكر خاص بهذا الخويا عزيز والناس ديال جريده اصوات على استقبال وجاو ديبلاصاوات عندنا، فمرحبا بكم، وهذا تقدير لينا والفنان الاسطوري الفنان الحبيطري. كيف كتعرفوا سيمو الفاسي فنان ولد مدينه فاس ولد الشعب، تعرف بعده اغاني منذ 2008، كانوا اغاني اللي داروا لي سيكسي بزاف في ليبوك، كاين اغاني اللي كانوا داروا سيكسي على المغرب الفاسي، كانوا دي اغاني اللي ضاربين دابا في اليوتيوب بنسب المشاهده مهمه 2-3 مليون، اللي ستيل جديد، وكنتعاملوا مع كتاب جداد وموزعين جداد. من هذا المنبر كنوجه التحيه للكاتب ديالنا عصام مزابي، اللي هو واحد فنان غني على التعريف، وكاين لارونجور ديالنا سيمو الغباشي، وكاين شاكر غلام استوديو تازا. كاين الجديد كاين الاسبوع المقبل كنظن كاين واحد الديو ان شاء الله مع الفنان الحبيطري، اللي توم كلمات والحان عصام مزابي، والتوزيع ديال شاكر غلام، والانتاج ديال جوهرة تيسا، اللي كنقدموا تحيه من هذا المنبر للمنتج ديالنا سي محمد علاوي. وكاين واحد اغنيه احتاج بزاف، احتاج الفن، ما يمكنلكش دير واحد ستيل واحد، الفن اذواق، فاش كيكون عندك واحد في الجمهور
كيكونوا مقسمين، كاين الناس اللي كيبغيو الراي، كاين الناس اللي كيبغيو الشعبي، الناس اللي كيعجبهم عاوتاني في السونتيمونتال، كاين الناس اللي كتعجبهم في الوتار. كاين جوج اغاني، واحده خرجت ديجا، وكاين جوج مازالين يخرجوا مع الفنان الحبيطري، اللي هما اغاني كيف كيعرف سيمو الفاسي من الواقع، من الواقع اللي كنعيشوه. وكاين واحد الاغنيه اللي وترى بعنوان مارتينيش في عرسك، من كلمات والحان خويا عادل ميلودي، اللي كنوجه ليه التحيه من هذا المنبر، كنقول ليه الله يشافيك والحمد لله على السلامه. ومهم عادل ميلودي راه خويا والشيخ ديالنا وعارف اللي كاين، ومن هذا المنبر انا كنعاونو، حتى هو كيقول كلشي ديال الله كاين شر الاسلام، وانا كنعاونو عاوتاني، قال لك عادل راه كلشي ديال الله. سيمو الفاسي تعرف في الاونه الاخيره بالمواضيع الانيه. سيمو الفاسي اول واحد في المغرب غنى على المقاطعه، واحد الاغنيه ديال مقاطعين اللي لقات واحد النجاح كبير في يوتيوب ولا في صفحات الفيسبوك. وكان اغنيه اخيرا اللي كنت صدرتها بعد الموت المفاجئ والاغتصاب ديال الطفل عدنان، تضامنا مع الشعب المغربي ومع العائله الصغيره ديال الطفل عدنان. كان معروف عليا كندير اغاني انيه، يعني اغاني الساعه، فكانوا الناس بزاف طلبوني، قالوا لي انت كفنان علاش ما توصلش واحد الرساله وتنبه الاباء يردوا البال لوليداتهم وهذا. والحمد لله درنا الاغنيه ولقات واحد النجاح كبير بزاف اعلاميا وفي لي سوشيال ميديا وهذا. والحمد لله الجديد راه كاين كل اسبوع دابا مع حاله الطوارئ الصحيه، حنا جلسنا دابا ما كاينش سهرات، ما كاينش مهرجانات، فولينا مقابلين شويه اليوتيوب. فهي كانت من الخير، كنا بعض الاوقات كيكون الخدمه بزاف، كيف قال الفنان الحبيطري الكباري فهو قبر ديال الفنان. فاش كتكون خدام في الكباري ما كيكونش عندك الوقت باش تمشي دير الجديد، والجمهور كيتسناك بالجديد، وما كيعرفش الجمهور فينا هو ذاك الفنان، غير واحد الفئه اللي كتجي للملاهي الليليه، فكتغيب واحد المده، كيكون داك الغياب يقدر ياثر عليك في المسيره الفنيه ديالك، وتقدر ترجع بقوه كيف وقع مع الفنان الحبيطري. فهو كان عنده سهرات خاصه، وكان غياب العمل ماشي غياب اضطراري، ومنين رجع هو الفنان الحبيطري رجع بقوه وبستيلات شبابيه، وعنده اغاني بستيل القديم ديال باش عرفوا الشاب الحبيطري، قصص اجتماعيه وكيغني على الواقع المر. وكاين بزاف ديال المواضيع اللي كنطرقوا ليهم. فالحجر الصحي، الحجر الصحي دوزت كأي واحد، كنا محترمين التدابير الاحترازيه. وبالنسبه لكتابه الاغاني، فأغنيه دابا بالنسبه راه كاين فرق باش تكتب اغنيه طربيه واغنيه راي او ستيل جديد، حيتاش ما كتاخذلكش واحد الوقت كبير، وسيرتو فاش كتكون عندك واحد ليكيباج اللي كتعامل معاها ديال لي بروفيسيونيل، ما كتلقاش مشكل في اغنيه. في الحجر الصحي دوزتو غير بالنعاس والماكله وشويه ديال العزف، وكان حاضين الاغاني في اليوتيوب فين واش طالعين، كنقراو لي كومونتير. اما بالنسبه لكتابه الاغاني فنقدر نكتب اغنيه في 10 دقائق، سينو نقدر نعيط للكاتب اللي كيكتب ليك، كما حتى هو ما عندوش مشكل في الوقت. نقدر بحال دابا كاين موضوع الساعه، دابا كاين الموضوع 10 دقائق تكون اغنيه مكتوبه، واحد 24 ساعه تكون واجده، تكون في اليوتيوب. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.